انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وحبا وتقديرا لأهالي الجيزة، قامت مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري بتوزيع لحوم عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات احترازية وفي ظل حضور كبير وفرحة من أهالي جنوب الجيزة والدق والعجوزة وأرض اللواء إلى مقرات مؤسسة أبو العنين المتعددة. وذلك على مدار 10 أيام يتم فيها عمليات توزيع اللحوم على أغلب الفئات من كبار السن وذوي الحالات الخاصة والمرضى والمرأة المعيلة والأرملة وغيرهم، حيث تقوم المؤسسة بذبح أكثر من 500 عجل بلدي من أجود أنواع اللحوم. المؤسسة تفتح مقراتها منذ 7 صباحا حتى 10 مساء لاستقبال الأهالي لبدء عمليات التوزيع، حيث يقوم فريق العمل بمجهودات رائعة في حسن استقبال الأهالي وتوجيههم إلى أماكن الاستلام في جو يملأه السعادة والسرور بتلك الأيام المباركة.